في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء، وأشكر عني ونيابة عن أخي سعادة الدكتور صالح الإخوة الكرام في هذا الجامع والمشرفين عليه لإتاحة هذه الفرصة للحديث مع إخواننا عن موضوع أحسب أنه من الأهمية بمكان، وأذكرهم بشكر الله سبحانه وتعالى لهم، وقد قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، أي خير، وإن من أعظم الخير الذي يقدمه الإنسان للناس أن يقدم لهم ما ينفعهم ويحسن إليهم ويفيدهم في دنياهم وفي أخراهم، والله عز وجل قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا شك أن التوجيهات التي تفيد الإنسان في دينه أو في صحته أو في عافيته هي من أعظم الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي الناس التشريع المحض، كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يحجون وما هو مقدار الزكاة وانتهت القضية، لا، بل حتى في أمور صحتهم كان يوجههم صلى الله عليه وسلم ويقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وكان يزور المريض فيصف له الدواء، ولذلك ألف أهل العلم فيما يسمى بالطب النبوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الناس أفراحهم وأتراحهم، خيرهم ومعاناتهم، ويشاركهم بما آتاه الله سبحانه وتعالى. لما جاء قوم مجتابي النمار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قضية فقر، إذن هذه قضية دنيوية، أنا أرسلني الله عز وجل للأمور الأخروية، لا، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نادى بلالا أن ينادي بالناس الصلاة جامعة، فخطب الناس حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق، فما سر وجهه واستنار إلا بعد أن شارك الصحابة بكومين من طعام وشراب ولباس لهؤلاء الفقراء. النقطة الثانية أنا أعتبرها بادرة جميلة في هذا الجامع، أن يشارك في المحاضرات أرباب التخصص، فإن كان الحديث يتعلق بالأمور الصحية أتوا بأهل التخصص من أهل الطب، وإن كانت القضية تتعلق بأمور اقتصادية أتوا بأهل التخصص. لا مانع أن يجتمع طالب العلم أو العالم الشرعي مع صاحب التخصص حتى يكمل بعضهم بعضا، لكن يبقى كمنهج أنه لا بد من احترام صاحب التخصص، فهو أولى به. وأقول ولله الحمد والمنة، الآن في المجامع الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي وحتى في هيئة كبار العلماء ولجنة دائمة للإفتاء، إذا أرادوا أن يفتوا بقضية يحتاجون معها إلى معرفة ما هو تفصيل الطب عنها، ما هو حكم الطب عليها، ما هو شرح العلم الاقتصادي على هذه المسألة، ثم بعد ذلك يحكمون. وقد قالوا في القاعدة الشرعية المعروفة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. النقطة الثالثة: لماذا نطرح هذا الموضوع الإعلام والصحة؟ لماذا نطرح هذا الموضوع؟ لأهميته، لأن بدأنا نعاني في صحتنا وصحة أولادنا من الذكور ومن الإناث، بل في صحة زوجاتنا
وبعض الأمهات اللاتي يستخدمن هذه الوسائل الإعلامية بدأنا نشتكي معاناة شديدة من عدم إتقان وحسن استخدام هذه الوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى، الإعلام والصحة. الإعلام مأخوذ من الفعل أعلم. ما معنى أعلم يا أيها الناس؟ أعلمتك بكذا، يعني قولوا معي أخبرت. إذن الإعلام من الإخبار، هذا في أصله في اللغة. والإعلام في المصطلح هو نقل الخبر أو نقل الفائدة أو نقل المعلومة أو نقل التحليل أو نقل التفسير، هذا هو الإعلام. كان الإعلام في السابق يعني في العهود القديمة عن طريق بعض أهل القصص، عن طريق بعض أهل الشعر، عن طريق بعض الخطباء، حتى وإن لم يكونوا في خطباء في الإسلام، فينقلون المعلومة أو الفائدة عبر هذه المنابر. تطور الإعلام الآن وقفز قفزات هائلة. كان لابد لنا من الوقفة أمام هذا الإعلام وأثره على مسألة الصحة. الإعلام والصحة، يعرف أهل الاختصاص بل منظمات الصحة العالمية تعرف الصحة بأنها استكمال سلامة الإنسان. وهنا يذكرون فائدة جميلة ويقولون ليست الصحة ألا تكون مريضا، لا، أعيد وأقول، ليست الصحة ألا تكون مريضا، إنما الصحة أن تكون كاملا في سلامتك. أي سلامة؟ سلامتك النفسية والعقلية والجسدية والروحية النفسية. إذن إذا استكملت هذه السلامة فأنت في صحة، بغض النظر هل أصابك شيء أم لم يصبك شيء. إذن هذا تعريف الإعلام وهذا تعريف الصحة. أتصور أن دوري مع سعادة الدكتور هو تمهيد شرعي لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك أتيح له الفرصة في وقت موازن لوقتي، وهو تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، ثم ينتقل الحديث معه في ثلث ساعة، ثم آخذ إن شاء الله تعالى خمس دقائق إن كان لي من إضافة أو استدراك، ثم هو كذلك في خمس دقائق، ثم بعد ذلك نتيح الفرصة للجميع بالسؤال عما بدا لهم. إن عرفنا الإجابة أجبنا، وإن لم نعرف وعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى بالبحث، وإنما شفاء العي السؤال. الإعلام والصحة، أنا متأكد أنه مستقر في أذهانكم أن الإعلام له آثار ليست على الصحة فقط، إنما هناك آثار، وقولوا معي آثار في الاقتصاد، وآثار في الصحة، وآثار في الصحة سواء على الجسم أو على النفس، وآثار في التربية، وآثار في الأخلاق، وآثار في السلوك. وهل يعني هذا أن الإعلام ضرر محض؟ نقول لا، هذه الأدوات التي يسرها الله سبحانه وتعالى هي في الأصل نعمة لو أحسن الإنسان استخدامها. الآن يتحدث الإنسان في قعر بيته وعن طريق وسائل الإعلام الموجودة، سواء كانت إعلاماً تلفزيونياً أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق ما يسمى بالجوالات الذكية والتقنية الذكية، يسمعك من في شرق الأرض ومن في غربها في نفس اللحظة على الهواء مباشرة كما يقولون. وفعلاً لو استثمر أهل الحق سواء كانوا في علمهم الشرعي أو الصحي أو الاقتصادي نقل هذه المعلومات التي أعطاهم الله عز وجل إياها من خلال هذا الإعلام لكان خيراً عظيماً. وأقول ولله الحمد والمنة، لأن تصل متأخراً خير من أن لا تصل. نحن كنا زاهدين في الإعلام، دعاة علماء دولاً إسلامية، كنا زاهدين في الإعلام كثيراً، حتى يسر الله سبحانه وتعالى في 20 سنة الماضية أن دخلت الدول والجماعات والمؤسسات الخيرية في الإعلام، فنفع الله سبحانه وتعالى بها. ولا أدل على ذلك من التأثير العظيم والتصحيح الكبير لمنهج أهل السنة ومنهج من يخالفهم
في العالم الإسلامي، سواء ما يتعلق بالديانات التي هي داخل الإسلام وفي الحقيقة كعقيدة ليست من الإسلام، أو الديانات التي ليست من الإسلام أصلا كالنصرانية واليهودية. ثم أنتقل إلى نقطة أعتبرها تمهيدا للموضوع: الإنسان كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول حينما يصاب الإنسان بمصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما معنى إنا لله؟ يعني نحن ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيفما يشاء. هذا معنى إنا لله، فنحن ملك لله. وبناء على هذه القاعدة أقول: إذن لا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسمه أو في صحته أو في شيء من أعضائه إلا على الوجه الذي أراده ورضيه مالك هذا الجسم، مالك هذا المخلوق. وقد حرم الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه، بل توعد الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يقتل نفسه بأنه يعذب بما قتل به نفسه في الدنيا، وعذابه يوم القيامة. وبناء عليه حتى من الناحية الشرعية لا يجوز لك أن تقصر فيما يتعلق بصحتك، أو أن تتساهل فيما يتعلق بنفسيتك أو بسلامة جسدك أو براحة عقلك أو بتنمية قدراتك. لا يجوز لك شرعا، لأن هذا الجسم بما يحويه من روح وجسد، أو هذا المخلوق بما يحويه من روح وجسد، هو ملك لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره، في الحديث المشهور وستكملونه معي: إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزورك يعني زائرك ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولاحظ التعبير: إن لنفسك عليك إيش؟ حقا. إذن هو حق واجب تأثم إن قصرت فيه، كما لو قصرت في تربية أولادك أو في صحة أولادك أو في حقوق زوجتك فإنك تأثم إذا قصرت في حقوق نفسك. فالإسلام عظيم ورائع وعجيب في تشريعه، ثم يذهب هذا العجب إذا عرفنا أنه من الله سبحانه وتعالى. لا دين على الإطلاق يحميك حتى من نفسك مثل حماية الإنسان لك، مثل حماية ماذا قلت؟ الإنسان مثل حماية الإسلام لك. ولذلك جاءت القاعدة الشرعية التي أخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره من أهل العلم، والحديث فيه ضعف، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن طرقه تجتمع ليكون حسناً لغيره. وحتى لو لم يثبت هذا الحديث فمعنى القاعدة ثابت. أحد يمكن أن يخمن ما هذه القاعدة التي أقصدها؟ هي من أربع كلمات، من أربع كلمات. تفضل. أحسنت. لا ضرر ولا ضرار. هذه من أكبر القواعد الشرعية الفقهية في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين الضرر والضرار؟ لا ضرر منك على نفسك ولا ضرر منك على غيرك. ولا شك أن استخدامنا للإعلام أو وسائل الإعلام المتنوعة المتوافرة لنا السهلة في الحصول عليها جرنا إلى شيء من الضرر لأنفسنا أو لغيرنا. فاستخدامك المفرط لهذه الوسائل، سواء كان تلفزيون أو كان ما يسمى بالجهاز اللابتوب، أو كان وهو أشد لأن الشاشة فيه أصغر ما يسمى بالجوال، سواء الآيفون أو الجالكسي، فهذا أشد على الإنسان، أشد على الإنسان من الناحية الصحية لبعض أعضائه ومن الناحية النفسية. أهل العلم، وأنا اقتربت من نهاية وقتي، يقسمون الحرام قسمين، فيقولون حرام لذاته وحرام لغيره، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول حرام أصلي يعني بالأصالة،
وحرام تبعي. فهل الآن استخدامي للجوال في فتح صفحة مفيدة أو في فتح صور عن البر أو عن الدولة التي أريد أن أسافر إليها، هل هذا حرام؟ نقول هذا ليس بحرام، فهو في الأصل مباح، لكن أحياناً يقول العلماء لك إن استخدامك لهذا الجوال الذي في أصله حلال حرام للتبع وليس للأصل. من يعطيني مثالاً على ذلك؟ من يعطيني مثالاً على ذلك ما يتعلق بالجوال؟ متى يصبح استخدامي له حراماً؟ إذا كان استخدامي هذا نوع، إذا كان استخدامي للجوال في شيء محرم فأنا فتحت على صفحات محرمة، هذا حرام. طيب أحياناً يكون حراماً وأنا فاتح على خطبة جمعة وأنا فاتح على درس للشيخ الفلاني ومع ذلك يصبح حراماً، كيف؟ ها تفضل. ممتاز. أو إني بدأت أشعر بأن رؤيتي تضر على بصري، أو أنها تشغلني عن حقوق والدتي، أو أنها تشغلني عن حقوق وظيفتي، فهنا أصبح حراماً مع أنه في الأصل حلال، لا لأصله وإنما للتبع يعني لغيره. وفي هذه هذا التقسيم أمثلة كثيرة، مثل السفر، السفر في أصله مباح، في أصله مباح، وأحياناً يصبح السفر في حقك حراماً لأنك نويت بسفرك شيئاً حراماً. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فالنهي عن قتل النفس لا شك أنه يشمل النهي عن كل ما يضر بهذه النفس، وإن من أعظم ما يضر بهذه النفس هو الاستخدام المفرط، هو الاستخدام السيء، هو إتاحة الفرصة وفتح الباب على مصراعيه لأنفسنا أو لأولادنا في استخدام هذه الوسائل بشكل خاطئ. أكتفي بهذا القدر وأعتبره تمهيداً لسعادة الدكتور، فأتيح الفرصة له في الحديث ثم بعد ذلك نعود إليكم. جزاك الله خير. وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الشيخ خالد جعل مهمتي أسهل مما حدث بالأمس. أنا كنت وحيداً بالأمس وأخذت يعني وقتاً أطول وكان العبء أكبر، لكن جزاك الله خير الشيخ خالد على هذا التمهيد الذي جعل يعني الحديث في الصحة يتضح بوضوح بعد هذه المقدمة الشرعية. وسأتحدث باختصار عن بعض العناوين ذات العلاقة بالصحة فيما يتعلق بالإعلام. الإعلام والصحة قضية يعني أيضا سهل مهمتي فيها الشيخ خالد جزاه الله خير، وسأتحدث بثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى عن وسائط الإعلام وكيف تنوعت وتوسعت إلى درجة أصبحت تؤثر على الصحة. هذا التنوع إذا تنبهنا له نعرف أنه هناك مصدر خطر على الصحة. النقطة الثانية ستتحدث عن سلبيات الإعلام الذي يمكن أن يترتب على الإفراط في التعامل مع وسائل الإعلام. والنقطة الثالثة هي فيها بعض الاستراتيجيات الرسمية والنظامية التي ينبغي أن تقدم في هذا الاتجاه، وبعض التوصيات على المستوى الفردي. وأبدأ بموضوع التعدد والتنوع وسهولة الوصول والانتشار وتعدد الخيارات وتعدد مستوى التفاعل. هذا الذي يحدث في عالمنا الحديث لم يكن يحدث من قبل. كنت تجلس قدام التلفزيون وتتسمع وتختار قناة أو قناتين ثلاثة قنوات إذا كان في، الآن تنوع القنوات وإمكانية التفاعل ليس فقط بالتلفزيون ولكن من خلال شاشة الجهاز الذكي وغيره. الشيء الآخر أنه فتحت القنوات للجميع، ليس فقط للشيخ ولا المحاضر ولا الطبيب، فتحت لمن هب ودب، لكل من عنده فكرة رأي هوى، حتى بمن عنده يعني ضرر واضح متاح له أن يستخدم هذه المساحة، ولم نعد نتحكم كما كنا نتحكم من قبل. وبالتالي سنتحدث عن مصداقية ما نرى ومصداقية ما نسمع، وهنا يأتي العبء الكبير، يأتي العبء في ترقية
تفكير الناس، قدرتهم على الاختيار، قدرتهم على القرار، قدرتهم على التفاعل الذكي، التفاعل الواعي، التفاعل المتفتح اللي ممكن يحمي بها صحته، وإلا أصبحنا ضحية. أيضا مما جعل الأمر فيه يعني خطورة على الصحة سهولة الوصول إلى هذه التقنيات، سهولة التنقل بالتقنية في جيبك، العالم كله في جيبك بكل توسعه وبكل أطيافه. أيضا موضوع الخصوصية، زمان واحد كان يجلس مع الأسرة، كل الناس جالسين في الأسرة كلها في مكان واحد، وسيتفق على ما يرى وما لا يرى تقريبا بوجود الأسرة، الوالد الإخوة الكبار، سيكون هناك نوع تحكم. أما الآن كل شاب قدامه شاشة صغيرة في غرفته أو في السيارة، لا أحد يدري ما الذي يشاهده ولا ما يطلع عليه. ويضاف إلى ذلك أنه كانت التقنية متاحة في ساعات معينة، ساعات البث من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. الآن 24 ساعة البث شغال في وجود رقابة ضعيفة جدا جدا، سواء هي من الأسرة أو من المدرسة أو من النظام الإعلامي أو الدولة وغيرها، لأنه ستكون الرقابة في منتهى الصعوبة. فماذا يشاهد هذا الجيل؟ بس أعطيكم يعني طيف واسع لما يراه، وفي كل واحد من هذه العناوين لك أن تتخيل ما يمكن يؤثر على صحة الإنسان، كما ذكر الشيخ، في صحته النفسية والعقلية والاجتماعية والجسدية، ويضاف إليه أيضا حتى في صحته وفي كماله الروحي. أفلام الكرتون لك أن تتخيل سعة ما يعرض فيها، الأفلام بشكلها أبو فيلم قصير أبو 3 دقائق أو أفلام طويلة يسهل تنزيلها وتحميلها والجلوس أمامها بالساعتين وبال3 ساعات. الدعايات، وهذه أيضا مصدر خطر على الصحة، لأن التاجر يريد أن يبيع، التاجر يريد أن يأتيه مردود من 2 مليون وال5 مليون اللي حطها في القناة الفلانية لمدة 20 ثانية، يبغى يبيع عشان يعوض ال5 مليون اللي اشترى فيها هذه الثواني في القناة الفلانية. فهذه الدعايات فيها خلفية واضحة أنها تجارية بشكل يعني يدعوك أن تصفها بأن فيها شيء من الجشع. ألعاب الفيديو متاحة، قنوات الفن الساقط بأنواعه من الخلاعة، ويعني نترفع عن ذكر التفاصيل في 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 مقام المسجد. يضاف إلى ذلك قنوات تلفزيون الواقع، ناس يعيشون في مكان معين وينقل حياتهم وأكلهم ونومهم في قنوات المتخصصة في الابتذال، المتخصصة في يعني البعد عن الحياة وعن القيم. أيضا يضاف لذلك رسائل الجوال أصبحت متاحة، سواء هو في الواتساب ولا في غيرها وفي غيرها، البلوتوث والإنترنت بما تحويه من تفاصيل وتوسع وسعة. هذه كلها، هذا السعة وهذا الانفتاح وهذه الخصوصية المخترقة أصبحت تجعلنا أمام قضية في منتهى الخطورة، ألا وهي تطعيم الناس. ونحن نستخدم المصطلحات الطبية، نطعم الناس، نطعمهم بالوعي، نطعمهم بالرقابة الذاتية، نطعمهم، ما في حل ثاني، ليس هناك حل آخر. حجب، ضبط، منع، هذا كله ليس واقعيا. الواقعي هو أن يكون عند الإنسان المناعة الذاتية والقدرة على الانتقاء والانتقاد والتفكير واتخذ موقفا. وأقول لكم على شغلة بسيطة، ما يفعله المعلنون والتجار والعاملون في مجال الإعلام أنهم يستخدمون كسلعة، يستخدمون نحن المشاهدون يستخدمون كسلعة، ويروح للتاجر يقول له ترى أنا أقدر أجلس قدام الشاشة هذه 6 مليون عربي و2 مليون أوروبي وكذا مليون آسيوي وكذا مش عارفي، فيبيعنا كسلعة، لأنه فعلا عنده إحصاءات تقول أن مشاهدي القناة من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية أو في ساعة الذروة عنده إحصاءات. فنحن نستخدم كسلعة، يذهب الإعلامي إلى التاجر يقول له تعال شوف قدرت أجلس لك قدام الشاشة كذا مليون وأعطيك تفاصيلهم، منهم نساء نسبة كذا كذا ونسبة أطفال كذا كذا ونسبة مراهقين كذا كذا، وعنده. فبالشكل ده إحنا لازم ندرك أننا
ونحن أمام الشاشة هذه اللي بعد المغرب في رمضان في ساعة الذروة نباع ونشترى. نحن نباع ونشترى في الساعة اللي ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في رمضان. ولكم أن تتذكروا ما هي القنوات التي أقصدها وما هي الدعايات التي تأتي. نحن نباع ونشترى. إذا أردنا أن يعني ننبه الناس القضية دي، أعتقد أن هذا مصدر من مصادر الوعي. يا أخي أنا ما أرضى أن أكون سلعة، لا أرضى أن أكون سلعة وأجلس كده مفتح عيني ومبلم قدام التلفزيون، لا أدرك أن الفيلم الذي سيعرض لاستقطابي كله حوالي 25 دقيقة يضاف إليها 15 دقيقة إعلانات، وأنا جالس أستنى الفيلم، يا ربي إيش قالوا إيش ما سووا إيش حصل، والبطل مات ولا ما مات، قاعد أنتظر وقدامي تاجر قاعد يبيع وأنا أستخدم. فهذه قضية. قضية الأخرى التي نريد أن نطعم بها أفكار الناس في هذه القضية، أن نقول لهم في موضوع الإعلانات بالذات، نقول لهم يا جماعة عندما تجلس مع أطفالك أمام الشاشة اسأل أطفالك ما الحقيقة التي يحاول هذا الإعلان إخفاءها. يكلمك عن ساندويتش جميل لما فيه من الخضار والجبن والدهون والمنظر الجميل والسمسم والمش عارفه، منظر جميل جدا يدعوك إلى أن تشتري بكرة وتخرج دحين عشان تشتري هذا الساندويتش. سل طفلك ما الذي يخفيها الإعلان. يخفي السعر، يخفي كمية الكوليسترول، يخفي كمية الأملاح التي موجودة جوة في هذا الساندويتش، يخفي طريقة التصنيع، يخفي مصدر اللحم اللي جاء، يخفي يخفي كمية. وأنا عندما كنت مديرا عاما للصحة المدرسية كنت أتحدث يعني عن التوعية الصحية في الأطفال، وكنا نقول للمعلمين جيب أي جريدة ولا أي مجلة وقص الإعلان وحطه قدام الأولاد في على السبورة وقول لهم يلا ما الذي يخفيه أو يحاول أن يخفيه المعلنون. وفعلا أنا حضرت بعض التجارب من هذا القبيل، لقيت الأطفال يستطيعون أن ينتقدون هذا المشهد بطريقة خلاقة مبدعة، لأنك أثرت قضية. قلت له يا سيدي ترى أنت كنت سلعة وبينعمل قدامك شيء خطأ أو بيعرض عليك شيء خطأ أو شيء ناقص، ولك أن تطبق ذلك على كل شيء، على أدوات التجميل، على الزينة، على السيارات، على أي. اسأل نفسك واسأل أطفالك واسأل من معك في أمام هذه الشاشة ما الذي يحاول أن يخفيه هذا الإعلان. هذا يعني يأخذنا إلى موضوع يعني كيف أن نستخدم هذه المفاهيم في تطعيم وتوعية وتحسين قدرة الناس على الانتقاء والانتقاد والتفكير في أن نضاد هذه الإشاعات. وأعطيكم بس يعني بعض الإحصاءات السريعة اللي تخلينا نعيد النظر في موضوع ما نشاهده وكيف نوعي من حولنا بهذه القضية. الأطفال في عمر 16 سنة يقضون ما بين 12 إلى 24 ساعة في الأسبوع أمام التلفزيون، في الفترة اللي هم الناس اللي هم عمرهم ما بين 6 سنوات إلى 16 سنة. الأطفال اللي عمرهم من 5 إلى 7 سنوات هي يعني تبدأ فيها الاهتمام بما يعرض في التلفزيون، يعني ليس الاهتمام العفوي حق الأطفال إنما اهتمام الذي سيتلقى ويتعلم فيه يكون في هذا العمر. وفي زي ما ذكرت لكم ما يخفيه الإعلان وكيف أننا نستخدم كسلعة، لك أن تتخيل الأضرار التي ينبغي أن نتنبهناها ونحن نتعامل مع هذه التقنية ومع هذا الإعلام المتسع. لا بد أن نراعي القيم والمعتقدات والسلوك التي تعرض علينا. ما الذي يقدمه هذا الإعلان أو هذا الإعلام أمام صحتنا؟ كم كمية العنف التي يتعرض لها الشاب والطفل في المشاهدات التي تأتيه من الإعلام؟ ما هي الآثار على صحته النفسية؟ قصة العزلة والتفكير والإحباط والقلق. لابد أن يكون للإعلام دور في انتشار هذه المشكلات عند الناس. التدخين والكحول، هل كل التدخين الذي يحدث يحدث بسبب أني شفت عمي أو خالي أو شفت صديقي يدخن؟ لا، كمية المشاهد. أنا أعطيكم بس معلومة كمان عن قصة استخدامنا كسلعة، هناك شركات التبغ تدعم صناعة الأفلام دون أن تشهر أنها هي الشركة الفلانية هي التي
رعت هذا الفيلم ودعمت هذا الفيلم، فقط يطلبون من المخرج أن يجعل البطل أو البطلة تمسك سيجارة، وما يحدد نوع السيجارة، ما يقول له إن دي سيجارة من نوع فلاني ولا نوع الفلاني أبدا، بس أنا كشركة تبغ وكشركة يعني أروج للتبغ أو للتدخين، فقط أعطي المخرج كمية ومبلغ ضخم جدا بس عشان أخلي البطل في مشهدين مؤثرين أو أكثر من مشهد يمسك السيجارة. فأبغى أقول إنه كيف زرع في حبنا الصلح مع التدخين، الصلح، القبول، يعني الاستسلام لفكرة التدخين. التدخين فكرة كريهة، شيء محروق بدخل يدخل في صدرك ويخرج مرة ثانية، يعني فكرة غبية، ومع ذلك سوقت لنا بطريقة فيها الجمال والإبداع والبطولة ووطن الفيلم ماسك السيجارة. كيف أثرت هذه علينا؟ يضاف إلى ذلك إلى العلاقات الجنسية خارج إطار الشرع وخارج إطار الزواج، ضعف النشاط البدني، ساعات الجلوس أمام التلفزيون تؤخذ كلها من صحتنا، تؤخذ من لياقتنا، من قدرتنا على تحرك والانتقال من مكان لمكان، المشي، النشاط، جالسين أمام الشاشة. أضف إلى ذلك موضوع ضعف العلاقات الاجتماعية، ولكم أن أنتم تشاهدون، نروح نزور الوالد والوالدة وكل واحد فينا يعني ماسك الجهاز، كيف حالكم طيبين، كيف حالكم طيبين، هو لا يسمع لا كيف حالكم ولا طيبين، بس مجرد مجاملة وجالسين. يعني اهتزت حتى علاقات الاجتماعية بين الناس وغيرها. وأضيف لذلك أن كمية التعرض للشاشات والمشاهد والأفلام تأتي على حساب أنشطة أخرى. أنا مطلوب مني أن ترفيه، مطلوب مني القراءة، مطلوب مني التواصل مع المجتمع، مطلوب مني أشارك في عمل خيري، مطلوب مني أنني أهتم بصحتي وأعمل شيء من الرياضة، لازم أخذ نفسي من أمام هذه الشاشات بأنواعها لأفعل شيئا مختلفا. فإذا بي أسير الشاشات، جالس أمام الشاشات، وبالتالي نتحدث عن ليش ثقافة التطوع وليش ثقافة العمل الاجتماعي ضعيفة، لأن الناس مأخوذون، أسروا أمام هذه الشاشات وصرفوا عن هذه الاهتمامات السليمة، حتى ليس فقط على الصحة ولكن على التوجهات وعلى القيم وعلى غيرها، حتى على نمو الأطفال. نمو الأطفال، سبحان الله، الطفل لا يمكن أن ينمو نموا طبيعيا إلا إذا كان متحركا بنشاط فترة ما تقل عن ساعة إلى ساعتين يوميا، حركة وجري ومشي وطلوع، وزي ما كنا صغار كنا نخرج من العصر ما نرجع إلى المغرب ذابكة وجري ولعب في الحارة. هذا أنتو طبعا، كن في جيلنا عاد أنتو احنا لا نحن شاشات. فهذا كله بيأثر على الصحة، اختلالات هيكلية عضلية في طريقة الجلوس أمام الشاشة، دائما رقبته تحت، فتخيل إيش اللي يحصل على جهاز الهيكلي والعضلي. البصر، قديش الإنسان لازم يقرأ من ورقة بينها وبينه وبينها 30 سنتي. هذا النظرة السليمة والاختيار السليم لاستخدام القراءة. الآن اللي حاصل، لا مو كده اللي حاصل، اللي حاصل يمسك الشاشة كده بينك وبينها 12 سنتي ولا 15 سنتي فقط، مضر على العين. نمو الأعصاب، أضيف لذلك أن الطفل الصغير الذي يقل عمره عن 2 سنين علميا ونفسيا واجتماعيا وتنمويا في نمو الطفل، لابد أن يحرم تماما من التلفزيون. كل ما حرم من التلفزيون، مو حرم لكن منع أو أشغل بأشياء أخرى، فهذا أفضل لصحته، وإلا لانزرعت في ذهنه تصورات غريبة، الإنسان على شكل جزر والإنسان على شكل بطاطس وعلى أفلام. طفل صغير لسه يشوف أبوه عيون وخشم وفم، ويروح التلفزيون يلاقي الأب عبارة عن جزرة ولا أرنب، ولا مو سليم، مو سليم الطريقة ما يزرع في عقل الطفل البريء في هذا السن بالذات في 2 سنين الأولى، لأنه لا يفرق، ويمكن بكرة يشوف أبوه يحسبه جزرة من جد، لأنه حقيقة هذا السن هو الذي تتكون فيه التصورات السليمة على الحياة، الصوت والصورة والمشهد والتفاعل هو الذي يتكون في هذا العمر. نجني على أطفالنا في أقل من 2 سنين عندما نتركهم أمام التلفزيون. أبغى الآن فقط أنتقل إلى بعض التوصيات السريعة، بس هي كلمة جميلة جدا في أحد الأكاديميات، الأكاديمية الأمريكية للأطفال، تقول من حقوق الإنسان أو من حقوق الطفل ومن حقوق أن يتم وقايته ومنعه من أن يضر نفسه من خلال الإعلام.
يعني كما أن للطفل حقوق في التربية والميراث والاحترام والتعليم والصحة، له حق في أن نحمي فكره وأن نكون يعني نعطيه هذه الوقاية وهذه، فهو حق جزء من حقوق الإنسان، الحقوق الأساسية للإنسان. فكيف تكون هذه التربية الإعلامية، كيف يكون التوعية الإعلامية، كيف تكون تعامل الناس مع الإعلام ببعض السياسات، أولا على مستوى الدولة والمنظمات، ثم على مستوى الأفراد والأسر والوالدين. منع الإعلانات والدعايات التي تروج للأغذية الخاوية، خلنا نسميها، ينبغي أن تمنع أو تحدد بحدود واضحة جدا، ولا ما يسمح لأي شيء أن يروج بهذه الطريقة الفعالة. أن تسن الدساتير والأنظمة والقوانين لمنع الإعلانات غير الصحية للأطفال. البطاطس الذي يحوي كمية كبيرة من الأملاح، والذي يحوي كمية كبيرة من الصوديوم، والذي يحوي كمية كبيرة من السعرات الحرارية العالية، ينبغي أن يمنع ويعني يقنن الإعلان له. أما الوالدين فعليهم أن يشاركوا أبنائهم في اختيار ما يشاهدون، وأن يشاركوا الطفل في نقد المحتوى، زي ما قلت لكم بعد ما يخلص الإعلان قل لابنك ما الذي يخفيه المعلنون وناقشه. من حق الطفل أن يتعلم بعض المهارات، مهارات المشاهدة، التفكير الناقد، التفكير المستقل، أن يعني يحكم سلوكه بعد أن يشاهد ما يشاهد. أيضا نحمي الأطفال في أقل من سنتين، ينبغي أن نحميهم تماما من الشاشات قدر الإمكان، وأيضا حتى الكبار نقلل المشاهدة إلى ساعتين فما دون على مستوى في 24 ساعة، وعدم تعريض الأطفال الصغار كما ذكرت لي. أيضا من ضمن الأشياء التوصيات الجميلة أن يمنع الأكل أمام التلفزيون. وجدت الأبحاث أن الأكل أمام التلفزيون أمام الشاشات يجعل الإنسان يأكل كميات كبيرة ونوعيات سيئة. هذا أيضا مما ينبغي للوالدين أن يكونوا قدوة. الأب ما مفروض يقول لأولاده سيبوكم من الآيفونات، هو نفسه الأب ماسك الآيفون طق طق 24 ساعة على تويتر وعلى فيسبوك، وعلى يكون قدوة في 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 تعامله مع التقنية. لكل شيء وقته، لكل شيء أوانه. أيضا أن نشجع الأنشطة البديلة، طلوع الخرجات الروحات البر الحياة المفتوحة وغيرها. أيضا الممارسة والدمج ما بين النشاط، نقدر لازم نعرف ابنك بيجلس كم قدام الشاشات وكم بيلعب كورة وكم بيسوي نشاط بدني وغيره. أيضا من التوصيات المهمة جدا أن تزال غرف أجهزة التلفزيون من غرف الأطفال. المشاهدة جماعية في الصالة، الجميع موجودين قدام الشاشة نتفرج مع بعض. أما طفل أبو 6 سنين وخمس سنين يجلس في التلفزيون لحاله في غرفة، ممنوع تماما. هذه أيضا يعني أن لا يكون التلفزيون هو جليس الطفل. هذه بعض التوصيات المهمة جدا، ولعلنا يعني يمكن بالتعاون مع الجمعية أو مع المسجد إن شاء الله في يوم من الأيام نخرجها في كتيب صغير عن التعامل مع الصحة والإعلام في يعني حقيقة، لأنه حقيقة في كلام كثير يقال في هذا المجال، لكن هذه خلاصة لما يمكن أن ينبه إليه الإخوة في قضية التعامل مع التلفزيون والإعلام والشأن الصحي. أحسنت، بارك الله فيك. فقط أنا أضيف على كلام الدكتور مجموعة من النقاط المبعثرة لكنها تخدم الموضوع. الآن وجدنا بعض الأولاد الصغار، أولادنا الصغار 5 سنوات 6 سنوات أصبح يشعر بما لم يكن يشعر به الآخرون إلا في سن 40 وما زاد على ذلك، فيقول أشعر بشيء من الصداع مثلا. في الأصل أن الإنسان ما تبدأ مسألة الصداع والتغيرات الجسمية عليه وبعض التعب الظهر إلا في زمن متقدم بسبب هذا الاستخدام الخاطئ النفسية، الهموم والإشواق، كذلك القضايا النفسية.
ترى أحيانا نحن نشكي القضايا النفسية ونرمي بها على العين وعلى السحر، وهي لا، بسبب هذا الانطواء الشديد على مشاهدة هذا هذه الشاشة، سواء كانت الشاشة الفضية الكبيرة أو الصغيرة، وخاصة المتابعة الحثيثة لأخبار العالم الإسلامي، قتل، ذبح، اعتقل، فعل كذا، دمر، هذه استماعها فقط بدون استماع المبشرات أو إعطاء فرصة للنفس بأن تخرج هذه الأخبار ثم تدخل بدلا منها أخبارا أخرى، هذا يكتم النفس، تشعر أن الحياة كلها سوداء. وأنا متأكد أنه كثير من الكآبة التي تصيبنا بسبب هذه المتابعة الحثيثة، حتى أصبح عندنا هوس حتى في الإعلام الاجتماعي، يعني في حديثنا قل من يقول أبشركم فلان أخذ الماجستير أو الدكتوراه، فلان رجع من السفر، فلان تزوج، فلان ترى بنته توفيت، فلان ترى في حادث ستة من الأشخاص ماتوا. عندنا هوس في نقل هذه الأخبار حتى في الجوالات، دائما الأخبار المشينة نسارع في نقلها أكثر من الأخبار الحقيقية، ولا نتحقق من الأخبار المشينة مثل ما يجب أن نتحقق من الأخبار الجيدة. النقطة الثالثة، أنا يعني إلى النصف مع مسألة التوجيه، يعني المنع المطلق هذا لا تستطيع عليه الدول فضلا عن أن يستطيع عليه الأفراد، لكن تستطيع بشيء من السلطة التي أعطاك الله عز وجل إياها أن تنظم وقت مشاهدة التلفزيون أو هذه الأجهزة. ويدل على ذلك الواقع الآن، تقريبا 6 ساعات في المدرسة الطالب هل يستخدم هذه الأجهزة؟ ما يستخدم، لأن هناك سلطة في المدرسة ممنوع أن تحضر هذا الجهاز. في بعض الدورات العسكرية، في بعض الوزارات ممنوع أن تدخل بهذا الجهاز. كذلك يستطيع الأب بالسلطة التي أعطاه الله عز وجل إياه أن يحدد وقت استخدام هذه الجوالات أو التلفزيون أو المشاهدة لهذه التقنيات الإعلامية، يستطيع. أما أن تكون القضية مجرد توجيه، فبعض الأولاد من الذكور ومن البنات بسبب سنه الصغير هو أقل من أن يدرك يعني أبعاد هذا الكلام الذي تتحدث معه فيه. النقطة الأخيرة، الإعلام الحقيقة الرسمي بوزاراته الموجودة في الدول العربية ترى يتحمل مسؤولية كبرى، يعني يمكن الأخبار التي تأتينا عن طريق الجوالات الذكية يمكن مراقبتها ومتابعتها صعبة إلى حد ما، لكن القنوات الفضائية الموجودة الآن بما تبث مما ذكره الدكتور جزاه الله خيرا مما يفسد الأخلاق ويفسد القيم ويفسد النفسيات، هذه تستطيع الدول ممثلة بمؤسساتها الإعلامية ووزاراتها الإعلامية أن تقوم بواجبها. إذن الواجب الحقيقة على الجميع، واجب الدكاترة التوجيه وإصدار النصائح، واجب العلماء والمشايخ وطلبة العلم أن يستخدموا منابرهم المتاحة لهم لتوجيه الناس، لكن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فتستطيع كما هو موجود في بعض الدول الأوروبية أن تضع أنظمة لاستخدام مثل هذه الأجهزة. إذا أذنت لي دكتور ودي أقرأ عليك الأسئلة، ما كان منها شرعيا تجيبه وما كان منها طبيا أجيبه. يقول: هل هناك شاشات جديدة تقنيتها لا تضر بالعين أو أن ضررها بالعين أخف تنصح بها؟ والله هو موجودة في العادي على الشاشات، حقت هو كل ما كبرت الشاشة كل ما كان الإشعاع اللي يخرج منها ضار أكثر وكمية أكبر، فلذلك أمام الشاشة اللي هي شاشة الكمبيوتر هناك ما يسمى سكرين ينصح بوضعها لأن تفلتر بعض الأشعة الضارة. أما الشاشة الصغيرة دي فأثرها ليس على مما يطلع منها أشعة، لكن هو الأثر على التركيز الدقيق المستمر، هو في إجهاد العصب أكثر منه إجهاد. طيب التلفزيونات، أنا تصورت أنه الشاشة الكبيرة تعطيك ارتياح في نظر مشاهدة صحيح، لأن أنا أتكلم عن شاشة التلفزيون، شاشة الكمبيوتر لأنها قريبة منه، لكن التلفزيون لا، هي البعد ده خلاص يعني يحمي. جيد. هل من يموت بسبب مشاهدة الإعلام، من أدري كأن العبارة كذا، يعتبر قاتلا لنفسه؟ يعني لو ضرب لنا مثالا كيف يموت بسبب الإعلام،
يعني أنه تفاقمت عنده صحته نفسيته بسبب تواصل المشاهدة، ما نقول إنه قاتل لنفسه، لكنه جرى في إهمال نفسه. يقول مثال للتوضيح: من لديه مرض في القلب جيد ومن جدة انفعاله وقضاء الساعات الطويلة على الشاشة أتته نوبة قلبية، يعني على افتراض مباراة ما بين مثلا يعني أقوى فريقين في المملكة مثلا، مثلا لا بدون عشان بدون عشان بدون لا أنا ولا أنت لا هو الفتحة خذها خلاص، بس يعني قصدي تفضل لا أبدأ هذا عندك له في خلفية شرعية. أي نعم، يعني لا نقول إنه قتل للنفس متعمد كمباشرة الإنسان قتل نفسه بسم أو بأداة، لكنه يقترب من هذا الباب، ويجب أن تكون يعني أن تكون منتبها من أن ترعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. عند قراءة الكتب أشعر بالنوم دائما، فما هو السبب؟ هل فيه يعني ناحية صحية؟ والله لا، هي يعني جزء منها أنا أعتقده يعود إلى الخمول وضعف النشاط البدني. مشكلة النوم أنه نوعية وليس كمية. في بعض الناس ينام 3 ساعات 4 ساعات وغفوة بالعصرية ولا بالقيلولة، في المجموع عنده 5 ساعات في اليوم وبقية الوقت نشيط جدا، لأنه نوعية النوم اللي بينامه نوعية مرة مريحة، يقوم وكأنه يعني أخذ ساعات طويلة من الراحة، لأنه نوعية جودة النوم عنده عالية. آخرين لا، ينام 12 ساعة و10 ساعات ويقوم وهو مجهد، فجزء كبير منها هي ضعف النشاط البدني. وشخص مثل هذا أنصحه بأن يمارس الرياضة، سيكون عنده يعني طاقة أفضل من هذا بكثير يمارس بها القراءة والتركيز وغيره. يقول: هل الجلوس، يعني المقدمة أن جلوس الأطفال والشباب الصغار عند الشمس مفيد للعظام، هل جلوس الكبار في السن كذلك مفيد لهم؟ مفيد ومطلوب للجميع. مطلوب للجميع. فيتامين دال عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني تصل أرقام إلى 90% من السعوديين والخليجيين عندهم نقص في التعرض لأشعة الشمس، ولأننا دائما محميين يا في البيت يا في السيارة. وعلى فكرة القزاز العادي حق السيارة أو القزاز حق الشبابيك في البيت يمنع دخول الأشعة المفيدة التي تحسن امتصاص فيتامين دال وغيره. فالجميع بحاجة إلى أن يتعرض على الأقل 10 دقائق يعرض فيها حوالي 10% من مساحة الجلد أو مساحة جسمه لمدة 10 دقائق ما بين الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء، وهذا يعني حد الأدنى الذي نحتاجه للتعرض لأشعة الشمس. يسأل عن فيروس الهربز، ما هو؟ هو فيروس معدي يأتي على شكل التهابات في الجلد، التهابات في العين، التهابات في الأغشية المخاطية، وهو معدي يعني ينتقل من إنسان لإنسان بالاحتكاك أو باستخدام الأدوات الملوثة، وكثيرا ما يكون يعني عادي وسريع وتلقائي، يذهب بنفسه في خلال 5 أو 8 أيام يختفي، وبعض الأحيان لا يختفي ظاهريا ويبقى في الأعصاب بطريقة كاملة لفترة معينة، ثم يظهر على شكل طفح جلدي مؤلم، يعني يسموه الهربس زوستر اللي هو الجلدي المؤلم. الوقاية منه هو بالنظافة الشخصية وبعدم التعرض للمرضى وكذلك. هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء، هل يجوز؟ هذه مسألة اختلف فيها كبار العلماء في العالم الإسلامي اختلافا يجعل المسألة يسيرة، فيها سعة، لكن كلا الطرفين من قال بعدم جواز التبرع أو قال بجواز التبرع اتفقوا على عدم جواز بيع الأعضاء، إنما الخلاف في مسألة التبرع. وكثير من أهل العلم يرى جواز التبرع، يعني أنا العبد الضعيف أميل إلى العلماء الذين قالوا بجواز التبرع يعني للحاجة العظيمة والخدمة الماسة أو الخدمة الكبيرة لمن استفاد من التبرع، وليس بيعا. التبرع وليس بيعا. طبعا أنا سأراجع معلومة عندي مدام الدكتور موجود. فيتامين دال هذا أولا له علاقة مهمة في العظام وهشاشة العظام، وأغلب من يصاب به النساء عندنا. النقطة الثانية أنه فيتامين دال سبب كذلك للكآبة، وكثير ممن أصيبوا بالكآبة ونحن حساسون في هذا المجتمع مباشرة، كما قلت لكم نضرب أخماسا في أسداس، أكيد عين، أكيد سحر، أكيد كذا. لما راجع
وجد أن نسبة فيتامين دال عنده صفر أو تكاد تكون منعدمة بسبب عدم التعرض للشمس. في بدائل أخرى ممكن تحرص على ما يسمى بالتونة أو منتجات الحليب، هذه كلها معوضة بإذن الله سبحانه وتعالى في فيتامين دال. وفيه مشروب في الصيدليات سهل استخدامه في الأسبوع مرة واحدة مثلا لشهرين ثلاثة أشهر، ثم تعيد المراجعة من جديد، يوضع في كأس من الماء ثم تشربه. هل هذا المعلومات صحيحة؟ صحيح ما شاء الله عليك، بارك علي اسمك. بارك الله فيك. طيب نستأذنكم، بارك الله فيكم، نحن نكتفي بهذا القدر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.